السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي هذا موقع قلع في 2020. هذا الموقع قلع في 2020 او قريب يخلص، ما ينفع عامين ولا عام ونص. هذا الموقع راه جاي مقطع من جهة مقطع خير. يعني انا حبيت نشوف حاجة، برك حبيت نتكلم على حاجة. وشنو هي؟ هو الماتريال اللي راهو داخل. اليوم رانا السبت، هذا يوم الانتخابات، هذا يوم الانتخابات. شهر انا 27 ولا شحال الشهر، هاي الصبيحة 10. كاش كيفاش ندخل للداخل؟ نصور انا اللي حاجة اللي راهي مدوختني مقارنة بين هذا الموقع وموقع ابني تامو. موقع ابني تامو، موقع ابني تامو اللي فيه قري وحدة وسونتر بيطون واحد. شوف هنايا، شوف الناس اللي تخدم. وهذا الموقع جاي في هاي الطريق، طريق عند الباب، عنده 5 دقائق راهو في قليعة، عنده 20 دقيقة راهو في العاصمة مام با، وربع ساعة ولا 20 دقيقة يكون في البليدة. وهذا الموقع وبالك يرفضوه، يقول لك منطقة نائية. الناس في الناس هذه، شوف شوف الله يبارك الموقع كيف راه يمشي. شوف العمال، بالك انا مش شوف السميشة، نشوف العمال كيف راهم طالعين منها، راهم يبانوني في وسط الباطيمات. ها شوف العمال كيفاش راهم كاينين. العامل هذا خاوتي نذكرك منطلق في 2020 مانبا، عندوش 2021 خلاصتش، عنده مانبا عامين لي بلوك قاع طلعوا قاع. هذا حوالي شحال يكون في هذا؟ على الاقل على الاقل على الاقل 1000 ولا 1500 ولا 2000 بالك ساكن. ها طالع، شوف الناس اللي قيموهم كيفاه، الناس اللي يهضروا على حقهم ويخافوا منها. هاي موقع ابني تامو 100 سنة مازال ما قلعش، مازال حفرة بالماء عمرة بالماء. شوف الله يبارك الماتريال اللي راه هنا يقلب. شوف سونطا على بيتو كيفاه داير، العمال كذا. السلام عليكم.